اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية ومسؤولين عسكريين، اتهمهم بالوقوف وراء محاولة اغتياله. تعرض موكب خان لعملية إطلاق نار خلال تجمع سياسي في مدينة وزيراباد بإقليم البنجاب شرقي باكستان. إطلاق نار يستهدف عمران خان رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب العدالة الباكستاني، يتعرض على إثره لإصابة في ساقه خلال موكب احتجاجي مناهض للحكومة، حادث أدى إلى مقتل ناشط وإصابة آخرين من قادة الحزب في محاولة اغتيال واضحة لعمران خان. أعتقد أنها كانت محاولة فاشلة لمنع عمران خان من الوصول إلى إسلام أباد. وصوله إلى العاصمة يعني تطويقها وإجبار الحكومة على الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة. الهجوم وقع في مدينة وزيراباد خلال مسيرة احتجاجية انطلقت من مدينة لاهور يقودها خان نحو العاصمة الفيدرالية إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. حراك مناهض بدأه خان ضد حكومة الائتلاف الذي أسقطه بواسطة تصويت على حجب الثقة في أبريل نيسان الماضي، حراك يقول إنه يهدف إلى إحلال الحرية الحقيقية في البلاد زاعما إسقاط حكومته بمؤامرة أمريكية. الحكومة بدورها أدانت الهجوم وأمرت بفتح تحقيق فوري ومحاسبة الجناة. إن الحادث مؤسف للغاية ومدان، لكن لا ينبغي تسييسه ولا بد من تجنب التكهنات. الشرطة اعتقلت أحد المنفذين للهجوم الذي زعم أنه بدافع شخصي، فيما نشرت مزيدا من أفرادها في العاصمة وبعض المدن الأخرى تحسبا لاضطراب أمني. عملية اغتيال فشلت في طي صفحة عمران خان الذي يشكل كابوسا وتحديا أمام حكومة الائتلاف، حكومة لا تريد انتخابات مبكرة، وعمران خان يصر على إجرائها ويدعمها زحف مسيرته المستمر نحو العاصمة. بلال أصل العربي، إسلامباد. يبقى معنا بلال الأصل من إسلام أباد. صباح الخير إسلام ومرحبا بك معنا في صباح جديد. إذا يعني عمران خان يتهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسؤولين آخرين، لكن رئيس الوزراء يعني عمليا أدان هذه المحاولة وطالب وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن هذا الحادث، والحديث يدور عن أن هناك دافع شخصي بحسب يعني من أطلق النار أو محاولة الاغتيال. ما الموضوع بالضبط؟ ما الذي يجري يعني بلال؟ نعم رشيد، بطبيعة الحال من الضروري أن يدين رئيس الوزراء الباكستاني هذه العملية وعملية الاغتيال الفاشلة على رئيس الوزراء السابق. هذه الإدانة تأتي في إطار الإدانة السياسية وكذلك الدبلوماسية الرسمية من قبل الحكومة الباكستانية، وإلا ربما لا يعني أثبتت تورطها بالفعل في هذه العملية. رئيس الوزراء السابق قد اتهم يعني شهباز شريف رئيس الوزراء واتهم وزير الداخلية، إضافة أيضا إلى بعض المسؤولين العسكريين في جهاز الاستخبارات الباكستانية. إذا رئيس الوزراء بات يعني يشير بأصابع الاتهام إلى هذا الثلاثي المكون من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكذلك بعض المسؤولين في الجيش الباكستاني. هذه هي الاتهامات الأولية من قبل رئيس الوزراء، لا سيما وأنه كان يواجه من قبل تهديدات واضحة لكنها لم تكن بشكل رسمي من هنا أو من هناك، لكنه أشار إلى ذلك خلال حشود وخلال خطابات جماهيرية كانت له في عدد من المدن الباكستانية. هذه العملية حتى هذه اللحظة الشرطة الباكستانية يعني قد اعتقلت أحد المنفذين لهذه العملية، بيد أن حزب الإنصاف الباكستاني يقول بأن المنفذين كانوا أكثر من شخص، وكذلك استهجنوا واستنكروا الخطوات التي اتخذتها أجهزة الأمن الباكستانية، حيث نشروا مقطعا مسجلا لهذا
المنفذ او المهاجم الذي يعني بلال هي مجرد تخمينات، لا توجد اي دلائل لحزب انصاف او لعمران خان بان بالفعل وراء هذه العمليه رئيس الوزراء او وزير الداخليه. على كل حال سنتواصل معك في نشراتنا وفتراتنا الاخباريه المقبله للوقوف على تطورات هذا الموضوع. من اسلام اباد مراسلنا بلال الاسطل، شكرا.